أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة من سلسلتنا الرمضانية، وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم. فما زلنا مع خطبة النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله اللي ورد بخطبته عند استقبال الشهر الفضيل، بيّن أن الشهر قد أقبل إلى الناس بالبركة والرحمة والمغفرة، وإن من أوسع رحمة الله عز وجل في هذا الشهر هو ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فللإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ظهوران: الأول عندما عند الصيحة، عندما يصيح جبرائيل عليه السلام في السماء فيسمعه من في المشرق ومن في المغرب، فيظهر الإمام في ذلك الوقت، يعني يكون ظاهر الإمام للناس لكن لا يراه أحد، يعمل ويهيئ قواعده العسكرية، ثم يكون له خروج الإمام يكون في مكة، يعني أن الإمام يذهب من المدينة إلى مكة المكرمة ويظهر فيها ليعلن ظهوره التام. الفرق بين الظهور والخروج أن الظهور يكون لخواص الإمام عندما ينادي جبرائيل عليه السلام في شهر رمضان، والخروج يكون في مكة، فيخرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ويعلن خروجه للناس. شيخنا، ما هي العلاقة بين إمام المهدي وشهر رمضان؟ أحسنت سيد محمد. سأل سيد محمد يقول: ما هي العلاقة بين شهر رمضان المبارك وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ فمن اللي يقدر يجاوبنا؟ السيد شيخ، ممكن أجاوب؟ بلي تفضل. أحسنت، العلاقة بينهما هي الانتظار. أحسنت يا جعفر. جاوب أخوكم جعفر، يقول أن العلاقة بين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وشهر رمضان المبارك هي الانتظار. فمثل ما إحنا ننتظر الطعام وننتظر وقت الإفطار، فكذلك علينا أن ننتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن أكو شيء يخفى عليكم، إن الانتظار الحقيقي هو انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وليس انتظار الطعام. يعني إحنا مو ننتظر الطعام، لازم يكون انتظارنا الحقيقي للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كونوا مشرفين على الآخرة، منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله عز وجل. أن كناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالأيام، باليوم الذي ورد في الرواية، هو لإخفائه عن بقية الأعداء، فيكون الانتظار انتظار الأيام هو انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإن شاء الله يكون الجواب واضح عندكم، وننهي حلقتنا بهذا اليوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان.